السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من حواء. أول أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير وصحة وسلامة، والعالم كله آمن إن شاء الله، أعده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. العيد فرحة عظيمة، وربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا لنشكر الله تعالى على هذه النعمة والفضل. وأيام العيد في الإسلام ليها فلسفة مهمة وآداب جميلة هنعرفها النهاردة في حلقتنا، ولكن خلونا في البداية نرحب بضيفتنا في الاستوديو دكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. كل سنة حضرتك طيبة ومنوراني ومشرفاني. وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين، وأهلا بكم جميعا. أول أيام عيد الأضحى المبارك طبعا بتكون فرحة كبيرة موجودة في كل البيوت المصرية والعربية. خلينا نعرف الحكمة من قدوم الأعياد بعد مواسم الطاعات ده، علشان زي يكون نتيجة أو حصاد للي احنا عملناه في هذه المواسم. الحكمة من وجود يعني عيد الفطر بيجي قبل يعني أو بعد رمضان، وعيد الأضحى بيجي بعد العشر أيام أو هو اليوم العاشر، فقولنا الحكمة والفلسفة من هذا الأمر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية كده بنهنئ الأمة الإسلامية والأمة العربية والعالم أجمع بهذا العيد المبارك، ربنا يعيد علينا جميعا بالخير والأمن والأمان للبلاد والعباد، آمين يا رب العالمين. طبعا الأعياد دي فرص عظيمة جدا لإظهار الفرح والسرور والبهجة على جميع الأفراد. زي ما النفس كده بتحتاج إلى بعض الشعور من العبادات اللي بتتبعها غذاء للروح كده بالسكينة والخشوع والراحة والطمأنينة، أيضا هي بتحتاج بعد هذه العبادات الجميلة وهذا الغذاء الروحي إلى مشاركة ثانية كده للنفس بالفرح والسرور والبهجة. كمان ان الاعياد تيجي بعد العبادات زي عيد الفطر بعد تمام شهر رمضان اللي فيه عتق كتير من النيران، وكمان عيد الاضحى بعد ركن الحج الاعظم يوم عرفه وايضا اللي فيه عتق كتير من النيران. في كده من باب تذكير النفس بالنعيم المقيم في الدار الاخره. بمعنى ايه؟ وان كان هناك فارق بين متاع الدنيا ومتاع الاخره، لكن كان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر نفوسنا بان جزاء العمل الصالح واتيان اوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه ان هي هتكون الجنه والنعيم المقيم في الدار الاخره. فكذلك في الدنيا نبذة بسيطة كده أو صغيرة، مع الفارق طبعا إن أنا بعد العبادة على مدار الشهر من صيام النهار وقيام الليل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع القربات، يجي بعد كده الجزاء بالفرح والسرور والأعياد اللي بتدخل علينا. وكذلك في عيد الأضحى، فكأنه نموذج بسيط لتذكير النفس بنعيم الدار الآخرة بعد العمل الصالح. فبعد ما نعمل الأعمال الصالحة في رمضان وعرفة، ربنا سبحانه وتعالى يرسل إلينا يوم العيد ليكون فيه فرح وسرور وبهجة، ويعني نروح فيه عن أنفسنا بعد هذه العبادات. نعم. طيب إحنا النهاردة صلينا العيد ورجعنا وكلنا الفتة واللحمة، قوللنا إيه بقى اللي المفروض بنعمله من سنن سيدنا النبي، أو نكمل اليوم إزاي علشان نستكمل هذه الطاعات اللي بدأناها في هذا الشهر؟ طيب هو في بداية كده سنن وأداب للعيد من قبل الصلاة ومن بعد الصلاة. تمام. اولا زي ايه؟ زي ان احنا نظهر مظاهر الفرحه والسرور لان ده عيد. فاظهرنا كده للفرحه والسرور ده من الاحتفال بالعيد وفي اقتداء لسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. الحاجه الثانيه ان احنا نغتسل، من سنن يوم العيد ان احنا نغتسل ونلبس احسن الثياب، وده في حق الرجال والنساء والاطفال والجميع. طيب ونتطيب، يعني نحط كده روائح طيبه بحيث ان احنا تكون ريحتنا جميله. ايه كمان من السنن اللي احنا المفروض ان احنا نعملها لو احنا في عيد الاضحى زي يومنا الجميل النهارده ان شاء الله؟ ناجل الفطر بتاعنا اللي ربنا اكرمه كده ومن عليه بقدرته على الذبيحه الاضحيه، ان هو يفطر من الاضحيه. لان ده كانت سنه حضره سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب لو انا بقى في عيد الفطر بعد رمضان، لا، السنه ان انا اكل اي حاجه كده قبل الخروج لصلاه العيد. تمام. بعد الفجر. ليه بقى في الفرق ما بين العيد الاضحى وعيد الفطر؟ لان عيد الفطر
جاء بعد شهر رمضان الكريم اللي كان فيه بيحرم علينا بعد الفجر الطعام والشراب. نعم. فربنا سبحانه وتعالى في العيد أحللنا اللي كان حرام علينا في رمضان. فأول حاجة نبدأ بيها بعد صلاة الفجر كده وقبل ما نذهب لصلاة العيد إن إحنا زي ما نقول كده نكسر صيام كده اليوم. صحيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر إلا بعد أن يأكل تمرات وكان يأكلهن وترا. نعم. طيب يجي بقى في عيد الأضحى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في عيد الأضحى بقى بيأجل الإفطار لبعد الصلاة. ليه؟ عشان يبقى أول إفطاره من طعام الذبيحة. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم النحر لا يخرج ثم يعود فيأكل من نسيكته، يعني إيه؟ يعني من ذبيحته اللي من عليه ربنا بالأضحية. تمام. طيب تمام. اللي ربنا ما منش عليه إن هو يذبح، لو ربنا ما منش علينا ويسبح يعني بياكل عادي، هو كده كده ما عندوش الاضحيه فمش هي يعني هيفوتوا الاستنان بهذه السنه. تمام. طيب ايه كمان احنا ممكن نعمله يوم العيد؟ نعم. واحنا كده خارجين للصلاه نخرج من طريق مثلا لمكان المصلى ونعود من طريق اخر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في الاعياد، ليه؟ لان الارض بتشهد لنا، ولان احنا بنقابل ناس كتيره فنهنيها في الطريق ده واحنا رايحين، واحنا راجعين نقابل ناس مختلفين. نعم. فنهنيهم فيقع اكبر ثواب بالتهنئه. نعم. طيب ايه كمان من السنن؟ ان احنا نخرج كنساء وسيدات كده وحتى الاطفال والصغار لصلاه العيد. نعم. كلنا كل النساء بما فيهم الشابة والصغيرة والعجوز وحتى أصحاب الأعذار، أيوة نخرج كلنا حتى أصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار من ذوات الحيض والنفاس، أيوة من ذوات الحيض والنفاس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة أم عطية الأنصارية قالت أمرنا أن نخرجهن يوم الفطر والأضحى، اللي هم مين؟ العواتق والحيض وذوات الخدور، يعني حتى الحيض. أيوة بس سيدنا النبي قال إيه في الحيض؟ قال فأما الحيض فليعتزلنا الصلاة، يعني أصحاب الأعذار من الحيض والنفاس يخرجوا لصلاة العيد بس ما يصلوش. طب ويعملوا إيه؟ فليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ما شاء الله. يعني حتى عشان كده يشوفوا الخير ومظاهر الفرح. نعم. والبهجة والدعاء اللي بيبقى في الصلاة والخطبتين، أيوة يحضروا حتى أصحاب الأعذار ما عدا المرأة المعتدة أو اللي صادفها عذر آخر، سواء كانت مريضة مثلا أو كان خروجها يتسبب في فتنة، هي اللي ما تخرجش. لكن يخرجنا لصلاة العيد، نعم يخرجنا لصلاة العيد. نعم. طيب ما بعد الصلاة أنا برجع بقى لبيتي من طريق آخر، إيه اللي المفروض أعمله وإيه الواجب على السيدة تحديدا في هذا اليوم؟ لو ربنا من علي وكنت من القادرين الموسرين على الأضحية فأنا بتوجه بعد صلاة العيد كده لذبح أضحيتي، إن كان الوقت ده بالنسبة لي مناسب أو بالنسبة مثلا للي هيتولى عملية الذبح ما كنتش هتولاها بنفسي. نعم. زي الجزار أو كده. وبعد كده ان احنا بناكل من هذه الاضحيه طعام الافطار اللي احنا قلنا عليه، فمثلا اول ما تنذبح كده ناخد منها حاجه بسيطه وليكن مثلا كده كبده الاضحيه ونعملها فطار كده. طبقنا سنه حضره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ان احنا اكلنا من طعام النسيكه بتاعتنا اللي هي الاضحيه. نعم. السيدات بقى تحديدا في هذا اليوم هي طبعا بتستنى بكل السنن والاداب بتاعه العيد، لان هي يستوي فيها الرجال والنساء الكبار والصغار، وبيزداد كده في حق المرأة بما ان هي انصافا ليها كده فهي نصف المجتمع وتعتبر المربية للنصف الاخر، ان في امور كده بتبقى في حق نفسها، يعني هي بتعمل الاداب والسنن دي في حق نفسها وكمان بتوجه الاخرين حواليها ليها. ليه؟ لان السيدة اما ان هي ام واما ان هي اخت واما ان هي بنت واما ان هي زوجة، فبتقوم بالدور ده مع اولادها وبتقوم دي مع زوجها وبتقوم دي مع المحيطين بيها. هعرف من حضرتك هذه السنن، ولكن بعد الفاصل فاصل وهنرجع نستكمل مع حضراتكم مرة اخرى. بجد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى. وسنن بتقوم بها السيدة سواء كانت أم أو أخت أو زوجة، ده اللي هنعرفه في هذه الفقرة. بجد الترحيب بيك يا دكتورة هند، كل سنة وحضرتك طيبة. كنت بتقول لنا قبل الفاصل أنه في سنن السيدة المفروض تقوم بها وتشارك أولادها أو زوجها أو أقاربها هذه السنن، ما هي السنن؟ طيب زي ما ذكرنا السنن والآداب العامة في الأعياد اللي بيستوي فيها الرجال والنساء الصغار والكبار. نعم. فهي المرأة بتلتزم بيها في هذا اليوم الطيب المبارك. إيه كمان بيزداد في حقها؟ إن هي بتتشاركها مع المحيطين بيها من زوج أو أولاد أو أقارب. نعم. إيه كمان؟ إن هي بتعلم أولادها هذه السنن، وإن هي كل الأمور اللي بتقوم بيها أثناء اليوم بتنوي فيها الأجر والثواب. زي إيه؟ زي مثلا واجبات الضيافة، استقبال الزوار، لان احنا في اليوم ده بنهنئ بعض ونهنئ الاقارب وفي ناس بتجيلنا تزورنا وبنهنئ بعض بهذه المناسبة الطيبة. نعم.
لان عندنا كده قاعده كده بتقول ان كل عاده يمكن ان تتحول الى عباده بالنيه. يعني لو امر انا معتاد عليه وبعمله كل يوم يمكن ان هو يتحول عباده لو انا نويت بيه نيه طيبه او نيه خير. ايوه طبعا. يعني مثلا لو انا الطعام والشراب اللي بعمله كل يوم وده غذاء بدن الانسان، لو انا نويت بيه مثلا التقوي على العمل، لو انا نويت بيه التقوي على العباده اخد فيه اجر وثواب، وهو عاده اللي هي الاكل والشرب بتاعتنا العاديه، ايوه اخد فيه اجر وثواب. فكذلك المرأة في هذا اليوم كل عمل تقوم به سواء لنفسها أو لزوجها أو لأولادها أو حتى من ترتيب بيتها أو استقبال الضيوف وإعداد واجبات الضيافة ليهم أو حتى عمل الطعام يمكن أنها تنوي به أعمال صالحة زي نية الفرح والسرور، إدخال السرور على أولادها، استقبال الضيف والترحيب به زي سنة حضرة سيدنا النبي، فتاخد أجر وثواب. أيوة تاخد أجر وثواب عليه. طيب إحنا بنتكلم هنا عن الزيارات، تعالي نشوف الناس متعودين يزوروا مين في العيد والعيد بيمثل لهم ايه، ونرجع لحضراتكم مرة اخرى. حضرتك ممكن تقول لنا بتزوري مين في العيد؟ بزور اخواتي وبزور خالاتي وعماتي، بصل رحمي لازم طبعا ازور قرايبي كلهم زي خالي وجدي وستي وعمي. متعود اروح ازور قرايبي ونقعد مع بعضينا بعد الصلاه وبعد كده بنروح نضحي. ازور قرايبي مع خلاني وعمامي اكيد. بزور قرايبي بصل الرحم طبعا دي لازم نصلها في الدين بتاعنا. عمامي خلاني اقضي مع خالتي اخواتي كده. بابايا ومامتي وعيلتي. والدتي طبعا بزورها برضو، واهم حاجه بقى بعد كده ولادي بقى ومراتي، ودول اهم حاجه في حياتي. يعني يروح يزور الايتام ويزور اولاده ويزور اهله ويزور من هو مخاصمه من فتره يصالحه. اخويا خلاني الاقرب القريبين ليا. يعني العيد بيمثل لحضرتك ايه؟ العيد فرحة طبعا، بيمثلني ان انا بتجمع مع ولادي ومع جوزي وبيبقى عيد جميل علينا، وبيبقى ليه تجهيزاته طبعا ان كنا بنذبح او بنخرج مثلا تالت او رابع يوم. العيد ده الفرحة، يعني ده الفرحة واللحمة وكل حاجة، بهجة وفرحة والاجواء بتاعته بتبقى سعيدة بالنسبة لي، بخرج مع اصحابي بتبقى بالنسبة لي فترة حلوة. العيد ده يعني هو فرحة وكلنا متعرفين عليها يعني، فاحنا بنستناه من السنه للسنه. العيد بالنسبه لنا مناسبه جميله جدا وحلوه وبننبسط بيها، نفرح فيه كلنا، بنتجمع اجازات بقى وقاعدين مع بعض، بيبقى فرحه وبنستناه للسنه للسنه وبتبقى حاجه حلوه جدا. العيد هو الصلاه بتاعت العيد الصبح جدا، باخد مراتي باخد ولادي بنقضي الوقت بتاع الصلاه ده الصبح في الشارع، بيبقى الدنيا كويسه جدا يعني. العيد عيد لكل فرحه المسلمين والصله والاتصال بالله، اوعى تنسى ربنا. العيد بيمثل لي البهجه السعاده. زي ما سمعنا اراء الناس، العيد فرحه وبهجه وسعاده، زياره الاهل والاقارب مهمه جدا، صله الرحم، الخروج والفسح مع الاهل، كمان صلاه العيد. ولكن الزيارات يمكن كانت من اكثر الاجابات اللي موجوده في هذا التقرير، فالزيارات هي جزء لا يتجزا دكتوره هند من عاداتنا وتقاليدنا وصله الرحم اللي بيوصينا عليها ديننا الحنيف. فما حكم الزيارات بين الاهل والاقارب في الأعياد والمناسبات تحديدا؟ نعم، الزيارات بين الأهل والأقارب والأصدقاء وحتى الجيران وزمايل العمل هي من آكد المستحبات الشرعية اللي الشرع الشريف حسنا عليها وندب إليها. نعم. ورتب عليها ثواب وأجر كبير وعظيم جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يعني حتى مجرد ان هو يزور اخا له في الله يناديه هذا المنادي ويدعي له هذه الدعوات الطيبه. نعم في شتى انواع الزيارات، نعم في شتى انواع الزيارات، يعني هي مستحبه على جهه العموم. نعم مستحبه على جهه العموم. طيب بيتاكد الاستحباب ده ويزداد في مواطن كده معينه، منها ان لو كان الناس اللي انا هزورهم دول من اقاربي اللي هم ذوي الارحام اللي ليهم حقوق عليا، لان انا باخد فيها ثواب كبير جدا وهو ثواب صله الرحم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في مطلع سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. بل في حديث جميل كده بيدل على أن اللي بيصل رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيوصله، وكمان اللي بيقطع رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيقطعه. لا، في الحديث اللي قال إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي أن رب العزة يقول أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. نعم. فتخيلي أن صلة الرحم ربنا سبحانه وتعالى يصل اللي بيصل الأرحامه. نعم، يصل اللي بيصل أرحامه. طيب إمتى كمان بيزداد ويتأكد الاستحباب في الزيارات؟ نعم. في الأعياد زي يومنا الجميل الطيب المبارك النهاردة في عيد الأضحى. ليه بتتأكد الزيارات والأعياد فيها؟ لأنها مناسبات كمان جنب أنها أعياد ومناسبات إسلامية، هي مناسبات اجتماعية. نعم. بتتقوى فيها روابط المجتمع بين الأصدقاء والجيران والأهل، فكأننا كده بنعمل رابطة متماسكة داخل المجتمع. كمان إمتى بيزداد ويتأكد الزيارات دي؟ لو في حالة مثلا أن عندي شخص مريض. نعم. لو في حالة أن هو عنده مناسبة أن أنا أقف جنبه فيها، لو في حالة لا قدر الله اتباع جنائز، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل زيارات المريض حق للمسلم على أخيه المسلم. نعم. فقال خمس يجب للمسلم على أخيه، وعد منها زيارة المريض، وكمان اتباع الجنائز بيتأكد فيه الأمر. ليه؟ لأن بيكون لنا ثواب عظيم جدا لو احنا اتبعنا الجنازة حتى يصلى عليها، بيكون لنا ثواب قيراط. نعم. ولو اتبعناها حتى تدفن بيكون لنا ثواب قيراطين. والصحابة سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما القيراط؟ قال مثل الجبل العظيم. نعم. ففي مواطن كده بيتأكد فيها استحباب الزيارات. نعم. وإن كانت جملة الزيارات مستحبة للأهل والجيران والأقارب، نعم جملة الزيارات من المستحبات الشرعية، بناخد عليها ثواب كبير جدا وعظيم جدا، وبتتأكد في مواطن اللي احنا ذكرناها ومواطن أخرى كتير. كنا بنقول قبل يوم عرفة ان احنا نوصل الرحم ونحنا نتواصل ونشوف مين اللي ظلمناه ونبعد عنه هذا الظلم ونبتدي. نعم. نتوب إلى الله وغيره. لو أنا ما عملتش ده في قبل يوم عرفة وصلت للنهاردة اللي هو أول أيام العيد، إيه اللي المفروض أعمله علشان أقدر أن أنا أتغاضى عن كل اللي فات وابتدي صفحة جديدة وأوصل هذا الرحم؟ هاخد إجابتك ولكن بعد الفاصل. فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى. كنا بنقول قبل يوم عرفة أن احنا المفروض نوصل الرحم. وصلنا ليوم العيد وما قدرناش نعمل كده، وصلنا يوم عرفة ووصلنا لأول أيام العيد، إيه اللي المفروض نعمله؟ المفروض أن أنا أفضل زي ما أنا أبعد عن أقاربي وما وصلش الرحم، ولا ممكن أقدر أعمل حاجة علشان أخذ هذا الثواب وأقدر أزور قرايبي وانتهز فرصة أنه ده عيد وعيد عليهم ورجع المية المجاريها زي ما بنقول؟ بجدد الترحيب بحضرتك يا دكتورة هند. قوليلي ينفع نعمل كده ولا خليني بقى زي ما أنا وأنا خلاص ما عملتش ده قبل يوم عرفة؟ طبعا لا، ينفع ان احنا نعمل كده. وزي ما قلتي ان العيد فرصة عظيمة جدا للي ما ادركش الامر ده في ان هو يصل رحمه ويصلح العلاقات ما بينه وما بين اقاربه وجيرانه، ان هو يعمل كده. ليه؟ لان الانسان مطالب بان هو يصل رحمه ومطالب بالزيارات وان هو يتبرأ من اي حد ممكن ان هو يكون ظلمه على مدار الايام كلها. نعم. بان هو يتوب الى ربنا سبحانه وتعالى ويستغفره ويتبرأ من هذا الذنب، ان هو يروح للشخص ده ويصل رحمه ويتواصلوا مع بعض سواء بالهدية او بالمكالمات او بالزيارات، لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان احنا نبعد عن البغض وعن الشحناء وعن النفوس كده تبقى شايله من بعضها. نعم. وطبعا ما فيش اجمل من فرصه العيد اللي هو فرح وسرور وفي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى علينا باتمام العباده اللي قبله، ان احنا نستعيد في حياتنا مع جيراننا واصدقائنا ونبتعد فيه عن هذه المشاعر السيئه اللي كانت موجوده قبل كده. نعم. طيب في عاده جميله قوي احنا بنعملها اننا كلنا بنتجمع عند الجد او الجدة او عند كبير العيلة او الاسرة، بنتجمع بقى كلنا الاخوال والعمام والاولاد وكل حاجة، كلنا بنبقى متجمعين على طاولة واحدة ونبقى مقضيين اليوم كله مع بعض. قوليلي بتشوفي ده ازاي؟ لانه في بعض الناس تقولك انا ما بحبش الاختلاط، او في بعض الازواج يقولك انا مش عايز مراتي او احنا كاسرة نروح نبقى موجودين في الاختلاط دوت، انا مش حابب ده. فقوليلي اقدر ان انا اعمل توازن في الامرين ازاي، خاصه انه احنا بنحب فعلا كمصريين نتجمع كلنا في ايام الاعياد خاصه الاولاد كمان. تمام.
هو يعني سؤال فيه يعني اسئله كتير اكتر من شق. ايوه. فاولا ان احنا نزور بعض وان احنا نتجمع سواء في بيت الجده او الجده او كده، دي من الحاجات الجميله جدا اللي بتالف القلوب وبتجمعنا كلنا كاسر. يمكن الحياه العمليه بتاخدنا شويه من بعض، بننشغل، يمكن ما بتجيلناش الفرصه ان احنا نتجمع وقت طويل، حتى وان كنا هنزور بعض بس تكون اوقات قصيره او على فترات بعيده. فدي بتكون فرصه حلوه قوي ان احنا نتجمع، وكمان بنتجمع يعني الكبير والصغير والاجداد والاحفاد نربط يعني كل الاجيال مع بعضيها. نعم. فدي بتكون حاجه جميله جدا، وهي مظهر من مظاهر الاحتفاء والاحتفال اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا اليه، وكمان من مظهر من مظاهر التجمع كده وتبادل الاخبار والفرح والسرور، وان الجد والجده كده يعني يظهروا مشاعر الحب لاولادهم والحاجات اللي زي دي. طيب اذا كان الامر ده فيه اختلاط، يعني ايه فيه اختلاط؟ يعني انا في ناس مش من محارمي موجودين، يعني هو مش محرم بالنسبه لي، او ابن عم زوجتي موجود وبنت خال زوجي موجوده ومش عارف ايه الاختلاط ده. والله ما دام ان هو في حدود الادب وحدود الضوابط الشرعيه، يعني ما فيهوش اي امور خارجه، ايه المانع منه؟ بل بالعكس احنا في الهدف النبيل اللي هو بتاع الزيارات وتقضية العيد مع بعض والألفة طبعا، وتنفيذ سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزيارات على وجه العموم وفي الأعياد على وجه الخصوص. طيب اذا كان بقى انا كزوج مش حابب ان انا اقضي اليوم كله مثلا مع يعني في التجمع ده او كده، انا مفيش مانع ان انا اقضي منه جزء بسيط واقضي مثلا مع اهلي بقيه الجزء من اليوم، او يبقى الامر بالتنسيق ما بيني وما بين زوجتي. نعم. هي مثلا اول يوم بيتجمعوا مثلا عند والدتها، تاني يوم بيتجمعوا عند والدتي انا كزوج، فيعني يبقى الامر بالوفاق والتراضي ما بينهم ما دام ان التجمع ده ما فيهوش اي امور محرمه، ما فيهوش اي امور خارجه، في التزام بضوابط واداب الزيارات، لا ما لا مانع منه. يعني احيانا بتحصل، يعني مش عايزين نقول مشكله ولكن خلاف، ممكن تكون الزوجه والاولاد عاوزين يقضوا اليوم كله مع بنحب مثلا بيت تيتا عن بيت ان احنا نروح في مكان تاني، فهنا الزوج عليه ان هو يعمل ايه والزوجة عليها انها تعمل ايه بحيث ان يكون في توازن وما نوصلش لمرحلة الخلاف، يبقى انا كزوج رضيت ولادي وزوجتي وانا كمان كزوجة ما حسيتش ان انا جيت على زوجي باي شكل من الاشكال. طيب هو من حق الزوج على زوجته ان هي يعني تطيعه وما تخرجش من البيت الا باذنه. نعم. وكذلك من حق الزوجه على زوجها ان هو لا يمنعها من زياره اهلها، خاصه الوالدين والاخوات ويعني ذوي المحارم منها. نعم. فكما ان الشرع الشريف جعل ليه حق ان هي تطيعه وما تخرجش الا باذنه وبرضاه، فجعل كذلك لها حق ان هو ما يمنعهاش. تمام. ما ينفعش يعني لا يجوز لك ايها الزوج ان انت تمنع زوجتك من ان هي تزور اهلها، خاصة في مواطن الأعياد والمناسبات، وما دام إن الأمر بيتم بضوابطه. يعني إيه؟ يعني بتخرج محتشمة ساترة للبدن، بتخرج في أوقات مناسبة، بتقعد هناك، ما فيش حاجات محرمة مثلا بتحصل أو اختلاط في شيء من المحرمات أو غير المأذونات بيحصل، لا ما دام إن الأمر كذلك أنت لا تمنعها من زيارة أهلها. تمام. طيب امتى نروح عند اهلي، امتى نروح عند اهلك في المناسبات؟ ده بيتم بالتراضي والوفاق على حسب احنا هنتجمع عند مين، مين المناسب لظروفنا ان احنا نروح عنده اكتر. يعني الامر ده ما فيهوش حلال وحرام. نعم. في ان احنا بنقعد نتراضى كده ونتفق في مناسبه العيد الجميله النهارده احنا هنشارك النهارده مشاعر الفرح والسرور اللي عندنا فين، هنقضي اليوم فين، لكن ما ينفعش ان الزوج يمنع زوجته من زياره اهلها، ولا ينفع ان الزوجه تخرج بدون اذن او رضا، في خاصه في المناسبات الجميله دي المفروض ان احنا نبعد عن الامور اللي بتسبب لنا خلاف او شقاق ما بين الزوجين. الخاطب وخطيبته ايه الاداب المفروض تكون موجوده والحاجات اللي احنا نتحلى بيها في هذا اليوم اول ايام العيد، او حتى لو انا ما كانش يعني ما قدرتش ان انا ازورها في اول ايام العيد اعمل ايه في تاني يوم؟ طيب الاداب العامه اللي في الزيارات عامه بيلتزم بيها سواء الخاطب او الزوجه حتى وهي رايحه تزور بيت اهلها، او الزيارات بين الجيران والاصدقاء والاقارب، في اداب عامه كده بنلتزم بيها. نعم. منها الاستئذان، ان انا لما اروح ازور حد اكون مستاذن قبل ما اروح البيت، هل الوقت ده مناسب للزياره ولا لا، ممكن اهل البيت يكونوا منشغلين بامر ما. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. نعم. يعني ايه تستانسوا؟ يعني تستاذنوا، ان احنا نستاذن قبل ما نروح. الحاجه الثانيه ان يكون وقت الزياره مناسب، ما يكونش مثلا في اوقات الراحه بتاعه اهل البيت، او هو بيكون الوقت بتاعهم منشغلين فيه بحاجه، او يكون الوقت متاخر جدا لان هو مش مناسب لاهل البيت، ده مثلا وقت الراحه او عندهم عمل في يوم تاني مثلا مبكر، او ان هم مرتبين لزياره مثلا في مكان تاني هيروحوها. نعم.
الحاجة التانية ان انا حتى لما اجي البيت على معادي ان انا قبل ما ادخل البيت استأذن، اللي احنا بنقول عليه كده نخبط على الباب، نرن الجرس، يعني ده اسمه الاستئذان في دخول البيت نفسه. نعم. طيب ايه كمان ان انا اعمله؟ سواء مثلا بالاخص لو انا خاطب، ان انا التزم بالضوابط الشرعية بتاعت الخطبة، بمعنى ان انا ما يحصلش خلوة ما بيني وما بين البنت اللي انا خاطبها. تمام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ليس معها ذو محرم منها إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. ما ينفعش ان انا اختلي بيها. ويعني ايه اختلي بيها؟ يعني نكون في مكان مغلق كده انا وهي بس، مش معنا اي حد، والمكان مقفول علينا، وكمان نأمن من دخول اي حد علينا في المكان ده. تمام. الامر الثاني ان ما يحصلش تلامس جسماني بين الخاطب ومخطوبته، دي من الاداب العامة اللي بتتم بين الخاطب والمخطوبة. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وطبعا حتى وإن كانت هي مخطوبة لكن ما زالت أجنبية عنه. نعم. ومعنى أجنبية مش أنه هو ما يعرفهاش أو هي ما تعرفوش، معنى أجنبية يعني هو مش من محارمها. والمحارم ده فيه منهم المحرم على التأبيد والمحرم على التأقيت. يعني ايه محرم على التأبيد؟ يعني ما ينفعش خالص مدى الحياة ان يحصل بيني وبينه ارتباط، زي الاب، الاخ، العم، الخال. وفي محرم على التأقيت زي مثلا زوج اختي، ما ينفعش ان هو يتجوزني طول ما هو متزوج اختي. صحيح. لازم مثلا لو حصل انفصال او وفاة ينفع ان هو يتزوجني. طيب حتى المحرمين على التأقيت دول لازم التزم معهم ده اداب الزيارات، ان ما يحصلش تلامس جسماني، ان ما يحصلش هزار مثلا بالايد، ان ما يحصلش الحاجات دي. ايوه طبعا لازم التزم، لان هو محرم على التأقيت مش محرم على التأبيد. نعم. فبنلتزم بالاداب العامه في الزيارات من الاستئذان، مناسبه الوقت، عدم الاطاله في الوقت، يعني كمان عدم الاطاله دي مهمه جدا بما يتناسب مع اهل البيت. يعني اهل البيت مناسب معاهم ان انا اقضي الوقت ده واحنا متفقين احنا نقضي اليوم كله مع بعض ولا لا؟ مزبوط. جت آية جميلة جدا في النقطة دي وخاصة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. الآية القرآنية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. الآية دي نزلت في إيه كده؟ كانت في وليمة جميلة عملها ستنا أم المؤمنين السيدة زينب، والصحابة تجمعوا في بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلوا الطعام. وبعد الطعام بدأوا أن هم يتسامروا ويتكلموا. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بحاجة أهله، يعني نقدر نقول كده الوقت طول قوي بعد ما تزوروا وأكلوا الطعام، فالأمر مش مناسب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن هو يقول لهم خلاص يعني الوقت انتهى أو يخرجوا من البيت أو كده، وده حضرة سيدنا النبي، فما بالك بينا إحنا البشر ولنا في رسولنا الأسوة الطيبة والقدوة الحسنة. فينبغي ان احنا نلتزم بالوقت بحيث ان احنا ما نضعش اهل البيت في حرج، او ان الوقت يكون مش مناسب معاهم، او ان احنا نروح لهم بشكل مفاجئ، او نثقل عليهم بالزيارات. نعم. لان الغرض من الزيارة هو الألفة والمودة والتجمع والتراحم. صحيح. وليس الغرض منها ان احنا ننفر بعض، او يبقى مش كاره ان انا هاجي ازوره، او شايل هم زيارتي بعد كده عشان عارف ان انا مش بلتزم بالآداب. فدي كلها امور ينبغي علينا ان احنا نتبعها، لا سيما في مناسبات اللي بيكثر فيها تزاور زي الأعياد. كنا في بداية الحلقة بنقول انه من السنن الخاصة بالسيدات انها تصلي العيد، ولو كانت حتى عندها عذر فتقدر ان هي تذهب للصلاة العيد. نعم. فهنا جاي لنا سؤال على السوشيال ميديا، لو انا سيدة فاتتني صلاة العيد وما روحتش عملت هذه السنة، هل كده المفروض ان انا اقضيها؟ طيب هي صلاة العيد حكمها في الأصل إنها من السنن المؤكدة اللي وردت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فالأصل إن هي مش واجبة عليا، وبالتالي لا يجب علي القضاء. القضاء لا يجب. لكن هل ينفع ان انا اقضيها؟ انا عايز ادرك الفضيله كده وان انا اقضيها في اي يوم من الايام بدل ما هي فاتتني. ينفع ان انا اقضيها واخد الثواب كانها صلاه عيد في البيت بالظبط، واخد الثواب والاجر، اخد الثواب والاجر. سيدنا انس بن مالك كان خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لما تفوته صلاه العيد كان بيجمع اهله في البيت ويصلي بهم صلاه العيد. انا بشكرك يا دكتوره هند، شرفتينا ونورتينا، وكل سنه حضرتك طيبه وتقضي العيد بسلام، ونبدا حلقاتنا بعد العيد ان شاء الله مره شاء اخرى الله. نشكر حضراتكم على طيب المتابعه. العيد فرح وشعيرة عظيمة، استفيدوا من هذا اليوم، اوصلوا الرحم وحاولوا بقدر الإمكان أنه ما يبقاش في أي خلافات ما بينكم وما بين بعض في الأسرة الواحدة، روحوا عن نفسكم، وكمان ما بينكم وما بين أهلكم حاولوا تنشروا البهجة في كل مكان في هذا اليوم العظيم. استنونا إن شاء الله بكرة في حلقة كمان من حواء، تاني أيام العيد، وبعد كده نرجع لحضراتكم إن شاء الله بعد العيد.